طلعنا وضحينا وقدمنا في سبيل اسقاط الحكومه القادمه. وفعلا اعتقد التوفيق من الله، الله وفقنا وسقطنا هاي الحكومه. واجيت لحضرتكم وتاملنا بكم خير. ان شاء الله. لان حقيقه دائما التغيير افضل. ان شاء الله. اتمنى بكم خير انه راح تشوفون الوضع اللي جاي يصير. دكتور انا اريد اتكلم اتحدث باختصاص، ما اريد ادخل بغير المواضيع. لو تعرف اللي جاي يصير بالجرح حاليا، كل جريح صار له بالسنه 11 شهر 10 اشهر نايم على فراش، ما عنده يروح للدكتور، الاطباء رفعوا اجور راجيته، حقيقه رفعوا اجور على قولت احنا جسم الذكاء. زين؟ تعاون نهائيا ماكو، والاهم من هذا لما يستخدمون التعسف بالسلطه، لما يوصل الجريح عنده عجز باقتحال وعنده قسم من الكبد مشيول وعنده مشيول الامعاء الدقيقه ويعطيه 5% نسبه عجز. زيادة الوزير، أنا محامي وأعرف جيدا القوانين وأعرف نسب العجز، نسب العجز لما يعطيها النسبة هاي ويريد يبخس حقه هاي جريمة. دكتور هذا قمع مرة أخرى، ومن المفترض سيادتكم أنتم المسؤولين. أنا أريد يسمعني للأخير، أتمنى زين. إحنا نريد تعاون. الأستاذ حازم حقيقة ما مقصر، أخونا على رأسنا ما مقصر، وأنا واقف بكل شيء الحقيقة، لكن نريد تعاون. سعد الماجد يجي استاذ اللجنه جاي تبخس حق الفقراء، استاذ ناس جاي تدين وتاكل، والله والله ناس ما عندها خبزه، والله علاج جاي تشتري لها الناس. الله موفق دكتور سياده الوزير، انت سيادتك وزير افرض على الطبيب شنو تاخذ لك 25000، هذا جريح تعاون وياه احنا مو يم، لكن اوفق نقابه الاطباء، لكن اكو مخاطبات رسميه ممكن تصير سياده الوزير، وتقدر انت تجتمع بيهم، هذا ولا جرعه ممكن الدوله تدفع تتكفل العلاج. لجنه طبيه بالناصريه بالمتظاهر دكتور اسمك ابويه اسمك خليلي دكتور مستشفيات ما اتفق بالله، يعني لازم نروح على يا محافظ اخوي بصره النصر بعد شبايب في كل قضاء بالناس. مواليدك مهند؟ مواليد مستشفى بيت المنفوسه، واليوم اجى دكتور سعدي على مود انه يكفي مادي يجلس بالمستشفى. المستشفى الترشي باذن الله مو اقول لك 12 شهر، لا اتوقع 13 او وراها يخلص راح يكون. فلذلك انا منطي اجهزه طبيه مواد الناصريه المحافظه الاولى بالعراق، من استلمت اليوم مطيم تقريبا 8 مليار بس اجهزه غير من هاي المواد. الان عندكم 3 أو 4 جهاز مال الحراس راح يتوزع على الاقطيه. فتحت مراكز نادي يشتغلون بها مال غسل كلى في كل الاقضيه مال الناصريه. زين؟ فالناصريه بعيوننا وقلوبنا وان شاء الله بنصر يا دكتور. اهم شيء اهم شيء هاي راح بس نقلوها 11 مستشفى راح تنفتح ان شاء الله. دكتور قبل نهايه السنه سياده الوزير اريدك تسمعني، انا اخوك الصغير على راسي انت حضرتك اليوم مسؤول وكل راعي مسؤول عن رعيته مسؤول عني، وحتى لو طول اريدك تسمع على راسي. دكتور الناصريه جاي تتاذى، تعرف الاحزاب جاي تشتغل من كل ناحيه وكل جانب، حزب شريف خليه يشتغل. لكن استاذ والله بس بس زين؟ طبعا نصحت انت لابس كمامه، بس الكمامه مو اصليه قطع. والله العظيم حقيقه. زين؟ فسياده الوزير اللجان الطبيه جاي تبخس حق المتظاهرين. اللجان عبرناها. عبرناها. عبرناها.